احنا 22 واحد من طالبي شغل من منجم جريسة واصيلين زاد المنطقة من هنا، فينا المعرس وفينا العازب ووضعياتنا الكل معناها وضعية مزرية، معناها واحد كان لقت نهار وهو كلام ما لقتش نهار ويشوف كيفاش باش يعدي كل الوقت هذيك. في شهر مارس 2012 جينا لهنا على اساس فما معناها ريكريتمون في المنجم، قبلوا 48 واحد وقبلوهم بصيغه ما هيش قانونيه خلاص وما هيش وكلها رشوه، ومش انا راني جبته من راسي الحديث هذايا، فهمت؟ وبقينا احنا الزوال وقلنا كيفاش ما نخدموش. جينا ضربنا شهرين لهنا قدام الاداره نتاع المنجم لهنا، الليل معناها حنوا علينا ولا سخفوا علينا، هزونا للولايه في 5 افريل 2012، قال لك الزوال هذوما خنسكتوهم، عملنا محضر جلسه على اساس باش ندخلوا نخدموا. باهي، فاتت 3 شهور ما فما شيء، فاتت 4 شهور ما فما شيء، زاد رجعنا اعتصمنا مرة أخرى، زاد عاودوا الكرة هزونا للولاية، عملنا محضر جلسة في 24 أوت 2012، اللي على أساس كي باش يخرجوا الخدامة التقاعد النسبي 25 واحد باش ندخلوا احنا نخدم. سعينا في المارش هذه خرجوش الخدامة، بالرغم معناها كانت باش يصير بنسق بطيء، احنا خلينا معناها العملية تم في ساعة، وعلى أساس من بعد لا يخرجوا 25 واحد هذوما باش يقبلوا على كل خدام واحد ونص، معناها باش تطلع في 35 خدام. معناها احنا الآن قلنا احنا باهي باش نتقبلوا احنا وزيد حتى في البلاد بزيد معناها يقبلوا خدام. يا أخي لحد هذه الساعة ما صار شيء، كانت بلفيت وكان الكذب، وزادوا هزونا وقفونا 3 أيام واعمل التزام، وتوا معناها اللي زاد وصلنا المده هذه اللي باش يزيد يجيبوا لنا 22 خدام من بلاصه اخرى، وشغور لهنا معناها برشا شغور، الخدامه ولات تخدم سوايع زايده وهذا كله، وما يحبوش يخدمونا وما يحبوش معناها ينتثلوا الالتزامات. الاشكاليه هذيك في بالنا بها احنا كنقابه من 2012، الاشكاليه تبقى الفوق مع الرئيس المدير العام هذيك خاطر فيها انتدابات وكل شيء على ما هو، اما بالنسبه لنا احنا المده اللي فاتت تمشينا عملنا معها جلسة حكينا فيها هي وفي بالنا ب 22 واحد باش يقبلوها من جميع المناجم اللي تابعين الشركة الأم اللي هي جريصة لهنا، كي حكينا معاه قلنا له راهو بالنسبة بلاد كاملة رفضتهم والأولوية لل 17 ولا للخدامة بصفة عامة للشباب نتاعنا لهنا العاطل على العمل. احنا اليوم عاطلين على العمل بطالة، ما عندنا حتى مورد رزق، ماذا بينا شوفونا بين الرحم، وضعية الشباب مهمشة برشا برشا برشا، البطالة فما برشا، وعندنا احنا الحاجة الوحيدة اللي عندنا في جريسة لهنا المنجم هذايا حاطين فيه الأمل الكل، معناتها باش ثمش ما يقبلونا فيه ناكلوا منه خبزة ولا واحد يعمل منه مستقبل. هذول ال 21 واحد تو يحبوا يفرضوهم في جريسة، نحن كمواطنين لأن واحد من الناس تو عامل بالمنجم، فهمت؟ كانت معاه مساعد رافض تام، وأنه باش يجي واحد من ولاية سليانة يخدم في ولاية زريسة في معتمديت بالضبط زريسة اللي هي فيها 14,000 ساكن، 14,000 ساكن فيها شمعة واحدة تضويرة بمئة عام، إذا كان 100 عام ويحبوا يزيدوا ويجيبوا لنا من الولايات الآخرين عندنا 13,000 ترنطة تو حابسة. بالنسبة للعام هذا ما خرجناش نحن كخدام الوالة، أموال فين ناخذوا في منحة المرابيح أثناء حاطين يدينا على قلوب، تو ولينا نخموا أنو هاك تشوف الناس ولت الناس كل تعس، يعني ولينا نحن الوالد مترسمين واحد تلقى عنده 29 سنه خدمه ولا 30 سنه خدمه، ولا خايف ولا خايف الوضع ولا خايف، كيقول لك انا مش نبيع باش ندور مفتاح ما لقيت من خلصك،